تأتي الورشة التحضيرية في أرض تونس، أرض الثورة، بين منظمة التضامن لحقوق الإنسان والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، من أجل عنوان يهمنا جميعا وهو تعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بليبيا. متضامنين مع الإخوة في ليبيا والأخوات والشعب الليبي، ونعتقد وأن استقرار الوضع في ليبيا هو فيه أمان لشمال إفريقيا وللمغرب العربي الكبير. حل عملي، خاصة أن منظمة التضامن بادرت من 2011، كان الحديث وكان مشروع التي تقدمت به التضامن للمجلس الانتقالي في ذلك الوقت ما بعد الثورة 17 فبراير مباشرة، لإدراكها وعلمها بأهمية مثل هذا المشروع. في العام التي قامت فيه الثورة في ليبيا كنت في مؤتمر في برشلونة، كان يحكي على العدالة الانتقالية في أسبانيا، فكان بالنسبة لي في ذلك الوقت ضرب من الحلم أو الخيال أني أتحدث عن عدالة انتقالية في دولة لازالت تحت، يعني ترزح تحت نظام ديكتاتوري. نعتقد أن اليوم التجربة التونسية يمكن استثمارها عبر الاستفادة من الخطوات اللي ممكن صارت في التجربة التونسية للعدالة الانتقالية للتجربة الليبية. لا نقول أنه يجب استنساخ هذه التجربة في الواقع الليبي، لأنه كل بلد له ظروفه وله خاصيته، ولكن يمكن أن تستفيد الأخوة والأخوات في ليبيا من التجربة التونسية، وهذا ما سنسعى إلى تقديمه إلى الأخوة والأخوات الليبيين في هذه الورشة. لابد لقضية العدالة الانتقالية أن تكون هناك تملك شعبي لهذه العدالة الانتقالية، حتى لا يسهل الالتفاف عليها، وحتى تكون آلية فعالة في بناء دولة ديمقراطية لا ترجع بناء إلى الانتهاكات السابقة. هذه الورشة هي على مدى يومين، 7 و8 ديسمبر. الورشة تعني بقضية القوانين السابقة التي شرعت من أجل العدالة الانتقالية، العيوب التي يعني وجدت في هذه التشريعات، محاولة الوصول إلى نموذج يصلح بالحالة الليبية، هو يعني ممكن يكون أهم أهداف هذه الدورة. هي الدورة الأولى من 3 دورات، هذه عبارة عن مراجعة لحالات سابقة، يعني دول سابقة مرت بمثل ما مرت به ليبيا أو شبيه بها. تجربة تونسية حاضرة في مشروعنا هذا، في كيفية الوصول وصياغة وتهيئة المجتمع للوصول وإدراك ما مر في خلال المرحلة السابقة.